السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي، نجدد اللقاء بكم من جديد من قناتكم مشاكل وحلول. واليوم عملنا إعلانين نزلناه على القناتين، عراقي في إيطاليا ومشاكل وحلول، للفرصة الكبيرة للأخوة اللي ملاقين عمل، إخواني اللي بشمال إيطاليا، بجنوب النمسا، بكل أوروبا، لكل أوروبا، العراقيين، السوريين، المغاربة، الجزائريين، التوانسة، الكل يعني كل العرب. أخوتي فرصة عمل في ألمانيا بحاجة إلى 1000 عامل في مجال البناء، والرقم مباشر، يعني لا برنامج تسجل به ولا هم يحزنون، مجرد تتصل وتتفقون على كيفية الذهاب إلى هذا المكان تحصلون على عقد العمل ومباشرة إلى العمل. أخواني يعني بدون ما تتعب ولا تنتظر فترة، مجرد الاتصال بهذا الرقم اللي مبين أمامك راح تحصل على فرصة عمل. طبعا تعرفون انتم مجال البناء، اللباخة، القبص، التقبيص على يعني قلت أخواننا المغاربة، السيراميك، الأرضيات، الحديد، التسليح، الخشب. أخوتنا حتى المصريين هم طبعا ضالعين بهذه المهنة، يعني عندهم خبرة كبيرة بهذه المهنة في شمال إيطاليا وغير شمال إيطاليا. أخواني هذا الرقم قدامكم، تقدرون تتصلون بهم وتستفسرون عن نوع العمل وكيفية الالتحاق بهذا الموقع للبناء في ألمانيا. أصدقائي العمل وفرصة العمل هذه في ألمانيا وليست لدولة أوروبية أخرى. ألمانيا فيها موقع كبير للبناء ومحتاجين إلى 1000 عامل، والعقود جاهزة، العقود جاهزة والمرتب مجزي جدا، بحيث أنت فقط تسجل وتسأل عن كيفية الذهاب إلى هذا المكان. يقول يعني هذا الشخص اللي اتصل بيه يقول يعني يسووهم مجاميع 50-50 وياخدوهم من شمال إيطاليا، من فرنسا، للراغبين في العمل بهذا المجال. أخواني لا تقولوا ماكو عمل، ندبر لكم على عمل، نشوف لكم العمل شلون يكون متاح بأي طريقة. فأخواني هو هذا العمل قدامكم وهذا الإعلان، تقدرون تأخذون الرقم وتتصلون بهم، وإن شاء الله تكون من حظكم ونصيبكم. ولا هنا نأتي إلى نهاية الفيديو، وإن شاء الله إلى فيديوهات قادمة وإفادات جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.